أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحبوا بكم في هذه الحلقة. هذه الحلقة اللي غادي نشوفوا فيها واحد موضوع جديد اللي عنده واحد الأهمية كبيرة. ولكن قبل ما نشوفوا الموضوع ديالنا، بغينا تكونوا تشوفوا معايا هذه الصورة اللي غادي تظهر أمامكم على الشاشة. تبعوا معنا هذه الصورة. إذا شكون تقول لي علاش كتعبر هذه الصورة؟ تفضلي خديجة. نعم أستاذ، هاد الصورة كتعبر على كرة الأرضية فيها مجموعة من الناس. ممتاز. واقفين فوق منها. نعم. واقفين عليها مجموعة من الناس فوق منها. ممتاز، جيد. إذا كما كتشوفوا معايا في هاد الصورة، هاد الناس اللي عايشين في العالم، أشنو هما الحويجات اللي خصهم يتمتعوا بها؟ نسولو سميرة. تفضلي سميرة. نعم أستاذ، خاص الإنسان يتمتع بالحقوق ديالو. أحسنتي، تبارك الله عليك. إذا الحقوق، واليوم إن شاء الله الموضوع ديالنا هو حقوق الإنسان، وهذا العنوان هو اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. إذا تفضلي ملكة قراني لنا هذا العنوان. حقوق الإنسان. انتبهي، حقوق. حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، هذا هو الموضوع ديالنا في هذه الحلقة، وجوج حلقات اللي غادي نشوفوها إن شاء الله في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. إذا كما كنقولوا حقوق الإنسان، هذه الحقوق الإنسان شكون غادي تعطينا المعنى ديالها؟ نشوفوا ملكة. تفضلي ملكة. نعم أستاذ، هي الأمور اللي تحتاج لها أي إنسان في مكان. نعم. كالحق في الشغل، وهذا الحقوق خاص تكون عند كل الناس متساويين بدون تمييز. بدون تمييز، متساويين وبدون تمييز، تبارك الله عليك. من هنا كنشوفوا بأن حقوق الإنسان هي مجموعة من الأمور، هذه الأمور اللي واجب على الإنسان يتمتع بها في حياته، يتمتع بها طبيعة الحال على قدم المساواة بين جميع البشر. تبارك الله عليك مريكا. إذا هذا هو التعريف اللي غادي نبينوه الآن أمامنا على الشاشة ديال حقوق الإنسان، اللي هو هذا، واللي غادي نطلب من سميرة تقرأ لنا هذا التعريف. تفضلي سميرة. نعم أستاذ، حقوق الإنسان هي كل الحقوق الطبيعية الأصيلية الأصلية التي نشأت معه منذ الخلق الأول وتطورت مع الحضارة، ويجب أن تثبت لكل إنسان في كل زمان ومكان باعتباره متميزا عن سائر الكائنات الأخرى. ممتاز، جيد سميرة، تبارك الله عليك. إذن هذا هو تعريف ديال حقوق الإنسان. في نظركم أشنا هي الأهمية ديال حقوق الإنسان؟ عندها واحد الأهمية. تفضلي حسنية. نعم أستاذ، الأهمية ديال حقوق الإنسان هي كثيرة، وبها تحس الإنسان بأنه عايش حياة حرة وآمنة وكريمة، ومن دونها ما يمكن ليش يكون، من دونها ما يمكنش الإنسان يعيش حياة كريمة. تبارك الله عليك، جيد، يعيش حياة هانية كريمة، خص إنسان يتمتع بالحقوق دياله. إذا هذه هي الأهمية ديالها. في نظركم هذه الحقوق باش كتميز؟ كنعرفوا بأن الحقوق بطبيعة الحال كثيرة، ولكن عندها واحد التمييز. نشوفوا فاطمة. تفضلي فاطمة. نعم أستاذ، هي حقوق خاصة بكل إنسان فين ما كان. نعم. رغم اختلاف الدين والأصل والجنس واللون. ممتاز، تبارك الله عليك. من هنا كنشوفوا كما قالت لنا فاطمة أن حقوق الإنسان هي حقوق كونية، حقوق عالمية. هذه الحقوق ما كتغيرش، كتكون ثابتة بالنسبة للإنسان وكتكون أصيلة بالنسبة لهذاك الإنسان. ولهذا كنقولوا بأن حقوق الإنسان كتكون مع الإنسان منذ نهار فاش خرج للحياة حتى الممات. ويمكن أيضا نقولوا بأن حقوق الإنسان كتكون حتى مع الجنين في البطن ديال الأم ديالو. علاش؟ عنده الحق في الحياة، أن هذاك الجنين عنده الحق باش يعيش وعنده الحق في الحياة بطبيعة الحال. نشوفوا شكون عندها شي إضافة. تفضلي لطيفة. هي حقوق الإنسان مرتبطة فيما بينها، يمكنش نتخلو على شي حق من على أي حق منها بالاختيار ديالنا. ممتاز، أحسنتي، التدخل ديالك رائع. من هنا كنشوفوا بأن حقوق الإنسان هي حقوق متكاملة، حقوق متناغمة، ما يمكنش نقدموا بعضها على البعض الآخر، ما يمكنش نستغنيوا على البعض الآخر. هي حقوق كتلة، كما كنقولوا كتلة واحدة. تبارك الله عليكم. ودابا غادي تشوفوا معايا هاد الصورة اللي غادي تظهر أمامكم على الشاشة. تبعوا معايا الصورة. إذا بعد ما شفنا تعريف ديال حقوق الإنسان
وتكلمنا على الأهمية ديال حقوق الإنسان، وتكلمنا كذلك على اللي كتميز هاد حقوق الإنسان هي المميزات ديالها، وعرفنا على أن حقوق الإنسان كتلة واحدة. دابا تبعوا معايا هاد الصورة اللي كتظهر أمامنا على الشاشة، علاش كتعبر هاد الصورة؟ تفضلي خديجة. نعم أستاذ، كتعبر على بعض الحقوق ديال الإنسان. ممتاز، جيد، كتعبر على مجموعة وبعض الحقوق ديال الإنسان، تبارك الله عليك. شكون عندها شي إضافة أخرى؟ نشوفوا فاطمة، تفضلي فاطمة. نعم، اللي سنلاحظوا مجموعة ديال اليدين، وكل يد تتعبر على حق من حقوق الإنسان. نعم. اللي ما بين هاد الحقوق الحرية والعدالة والكرامة والسلام وتطبيق القانون والمساواة. ممتاز، تبارك الله عليك فاطمة. إذا كما قالت لنا فاطمة، كاين هنا مجموعة من القيم، في نظركم شنا هي العلاقة بين الحقوق وبين هذه القيم؟ تفضلي لطيفة. باش تحقق العدالة والكرامة والحرية، باش تحقق الحرية والعدالة والكرامة والمساواة وتطبيق القانون، لابد من حق لكل إنسان الحقوق دياله. ممتاز. اللي تيسعى ليها كل أفراد المجتمع. تبارك الله عليك. إذا كما كنشوفوا هذه الحرية والمساواة والسلام والأمل والكرامة وغيرها من هذه المسائل هي عبارة عن معايير لكتبين لنا فعلا أن حقوق الإنسان كينا، وهذا ما يطمح إليه أي إنسان طبيعة الحال كيعيش في العالم أي بشر. ومنها كنعرفوا بأن الحرية والعدل والسلام واحترام هذه المبادئ واحترام هذه الحقوق كلها من قبل الأفراد والمجتمع راه كنزيدو كنرقيو من المستوى الإنساني بطبيعة الحال في العالم. تبارك الله عليكم. ودابا غادي تشوفوا معايا وغادي تتبعوا معايا واحد النص ديال الوضعية اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. إذا النص ديال الوضعية هو هذا. إذا تفضلي حسنية. إدريس رجل نشيط قرر أن ينخرط في خدمة مجتمعه، فهو يعلم أن عليه واجبات يؤديها كما له حقوقا لا يعرف كما له حقوق لا يعرفها كلها. وحين قرر أن يتعرف على حقوق الإنسان على حقوق الإنسان عامة لم يجد إلا ابن عمه ليسأله ما هي أنواع حقوق الإنسان؟ كيف تم إقرارها؟ وهل هي مدونة بتفصيل في مرجعهما؟ راه كنا علمناكم بمعنى في المراحل السابقة كيفاش غادي نطرحوا الأسئلة، بمعنى حتى الصيغة ديال السؤال خصنا نعرفوا كيفاش غادي نطرحوا السؤال ديالنا وتكون نبرة مختلفة. إذا تبارك الله عليك حسنية، في نظركم شنا هي الاهتمامات ديال السيد إدريس؟ نشوفوا ملكة، تفضلي ملكة. الاهتمامات ديالو هو تيهتم بتقديم المساعدة للمجتمع ديالو وكيفاش يساهم في تنميته. مزيان، تبارك الله عليك. وقولوا لي اش بغى السيد إدريس يعرفه من خلال قراءة ديالكم النص ديال الوضعية؟ السيد إدريس بغى يعرف شي حاجة، تفضلي سميرة. كان باغي يعرف حقوقه كإنسان كيف ما عرف واجباته. نعم. وبغى يعرف كيفاش تم إقرار هاد الحقوق وفين كاين هاد الحقوق. مزيان، جيد. بغيت نعطيكم واحد السؤال. كنقولوا كما قالت لنا سميرة أن السيد إدريس بغى يعرف كيما عرف شنا هي الواجبات ديالو، بغى يعرف شنا هي الحقوق ديالو بطبيعة الحال. كنسمعوا دائما هاد جوج مفاهيم، الحق والواجب. شكون تقول لنا شنا هو الحق وشنا هو الواجب؟ تفضلي حسنية. الحق هو أي حاجة خاصو يديرها الإنسان. انتبهي. لا ردي معايا على البال، لا كلامك راه غادي، ولكن شوف حنا غادي نصلحوا لك. يلا عاودي معايا، الحق شنا هو؟ الحق هو بأن الإنسان أي حاجة واجب يديرها. واخا، إذا نخليوك نشوفوا شي ملاحظة عند شي أخت، تفضلي فاطمة. الحق هو يعني داك الشيء اللي خاصنا ناخذوه، نطلبوا بحقنا. من حقنا، والواجب؟ الواجب داك الشيء اللي خاصنا حنا نديروه، الواجب علينا نديروه. تبارك الله عليك فاطمة، صافي؟ يلا انتبعي معنا حسنية. إذا هادو هما جوج المفاهيم اللي غادي نعرفوهم على الشاشة ديالنا. إذا تبعوا معنا على الشاشة.
غادي نشوفوا هاد جوج ديال المفاهيم اللي هو الحق والواجب. اذا كما كتشوفوا معنا عندنا الكلمه الاولى اللي هي الحق والكلمه الثانيه اللي هي الواجب. اذا تفضلي حسنيه قرا لنا هاد المفاهيم تفضلي. الحق امر ثابت. الامر الثابت. الامر الثابت وهو مصلحة مستحقة قانونا وشرعا. وشرعا بمعنى شي حاجة كنستحقوها ناخذوها. صافي مفهومة حسنية؟ يلا دابا عرفي لينا شنو هو الواجب. الواجب لازم لازم اي ما اللازم اللازم اي ما يتحتم على الشخص ان يفعله الشخص ان يفعله وهو التزام. وهو التزام. اذا كما كنقولوا دائما كما خصنا نعرفوا كما كنعرفوا عفوا الواجبات ديالنا خصنا كذلك نعرفوا الحقوق ديالنا. اذا شكون غادي تعطيني بعض الحقوق اللي كتعرفها وتعطيني بعض النماذج ديال الحقوق؟ تفضلي مالكة. نعم استاذ، الحق الاول هو الحق في الحياه. نعم. اي شخص عنده الحق باش يعيش حياه عايش في الدنيا بلا ما تعرض حياته لاي خطر. لاي خطر، تبارك الله عليك. اذا هذا هو اول حق من الحقوق اللي خص الانسان يتمتع بها. تبارك الله عليكم. شكون عندها شي اضافه وتعطينا شي نموذج من نماذج ديال الحقوق؟ تفضلي خديجه. نعم استاذ، كاين حق في التعليم وحق في الصحه وحق في الشغل. ممتاز جيد. اذا هذه هي مجموعه من الحقوق اللي ذكرت لنا كذلك خديجه. نشوفوا شكون عندها شي اضافه. تفضلي سميره. كاين حق في السكن، كل شخص عنده الحق باش يكون عنده بيت لائق يعيش فيه هو والاسره ديالو. ممتاز تبارك الله عليك، الحق في السكن كذلك. نشوفوا شكون عندها شي اضافه اخرى من هذه النماذج ديال الحقوق. تفضلي فاطمه. نعم، كاين حق التنقل في البلاد وخارج البلاد وحق ترشح والتصويت للانتخابات. ممتاز تبارك الله عليكم. كنشوفوا الاخوات اخرين بغاو يتكلموا، ولكن نظرا لضيق الوقت ان شاء الله غادي نشوفوا حقوق اخرى في الحلقه المقبله باذن الله تعالى. من هنا كيبان لنا ان هذه هي مجموعه من الحقوق ديال الانسان، وكاينين حقوق اخرى كما قلت لكم اللي غادي نشوفوها في الحلقه المقبله. اذا دابا باش نزيدوا نثبتوا هذا الموضوع ديال حقوق الانسان ونعرفوها اكثر، غادي نجزوا هذا التمرين اللي غادي يظهر امامنا على الشاشه. تبي معنا على الشاشه. اذا غادي يبان الان التمرين ديالنا اللي هو هذا. كما كتشوفوا معايا عندنا مجموعه ديال العبارات، ثلاثه ديال العبارات، وعندنا واحد الجمله اللي هي جمله كبيره وعندها مجموعه من الفراغات اللي مطلوب منا نوضعوا كل عباره في المكان المناسب. غادي نقرا لكم هذه العبارات. فيها سواسيه كل الحقوق اللازمه امنه مطمئنه. الجمله اللي عندنا، حقوق الإنسان هي فراغ لكي يعيش الناس حياة حرة كريمة، فراغ وهم فراغ. إذا اللي نطلب منكم كما قلت تحاولوا تضعوا كل عبارة في المكان المناسب داخل الجملة باش نحصلوا على جملة مفيدة اللي عندها علاقة بهذا الموضوع ديالنا اليوم اللي هو موضوع حقوق الإنسان. وكنتمنوا كذلك من المشاهدات والمشاهدين ديالنا اللي كيتبعوا معنا هذه الحلقه ينجزوا هذا التمرين في البيوت ديالهم. اذا نبداو مع من؟ مع لطيفه. تفضلي لطيفه. حقوق الانسان هي كل الحقوق اللازمه. كل الحقوق هي العباره اللي غتجي اللي غنعمروا بها الفراغ الاول. ممتاز، اذا هي اللي غادي نزلوها بطبيعه الحال. جيد، وشكون غادي تكمل لنا؟ نمشيو عند فاطمه. تفضلي فاطمه. حياة انتبهي عودي من الأول. حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هي كل الحقوق اللازمة لكي يعيش الناس حياة حرة كريمة. زيد. آمنة مطمئنة. ممتاز، أحسنتي تبارك الله عليك. جيد، وشكون غادي تكملينا هذه الجملة؟ عند من غادي نمشيو؟ تفضلي سميرة. من الاول قريها من الاول حسن باش دائما نحتفظوا على المعنى ديال الجمله. حقوق الانسان هي كل الحقوق اللازمه لكي يعيش الناس لكي يعيش الناس حياه حره كريمه امنه مطمئنه وهم فيها سواسية. احسنتي تبارك الله عليك. وغادي نزلوا هذه العباره الاخيره وكنحصلوا في الاخر على واحد الجمله مفيده عندها العلاقه بالحقوق ديال الانسان. اذا تفضلي مالكة عاودي اقرا لنا هذه الجمله.
حقوق الإنسان هي كل الحقوق اللازمة لكي يعيش الناس حياة حرة كريمة آمنة مطمئنة وهم فيها سواسية وهم فيها سواسية سواسية وهم فيها إلى كان توقفوا عند كلمة ما كان وقفوش على الحركة وهم فيها سواسية. إذا تبارك الله عليكم، إذا كما كتشوفوا معايا حصلنا على واحد الجملة عندها العلاقة بالموضوع ديالنا اليوم اللي هو موضوع حقوق الإنسان. شكون تقول لي أشنو فهمتوا من هذه الجملة؟ شكون تقول لنا أشنو فهمتوا من هذه الجملة؟ تفضلي مريكا. فهمت بلأن حقوق الإنسان حقوق الإنسان كيعطينا واحد الحياة كريمة وإنسانية وطمأنينة وطمأنينة فيها واحد نوع ديال الراحة. تبارك الله على مليكة. نشوفوا شي إضافة عند سميرة. تفضلي سميرة. حقوق الإنسان تتكون عند كل الناس بلا تمييز بيناتهم. ممتاز، أحسنتي. إذا كما قالت لنا سميرة وغادي نختموا بهذه الحلقة، أن حقوق الإنسان هي حقوق كيتساووا فيها جميع الناس بغض النظر على اللون ديالهم، على الألسنة ديالهم، على كذلك اللغة ديالهم وعلى الأصل ديالهم. الناس سواسية في هذه الحقوق، وهي حقوق ثابتة لإنسان منذ ولادته أو منذ ولادته إلى آخر يوم في الحياة دياله. تبارك الله عليكم. إذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقة اللي هو حقوق الإنسان، وغادي إن شاء الله كما كنشوفوا الأخوات بغاو يشاركوا معنا، نخليو إن شاء الله التفاعل ديالكم مناقشة ديالكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. وكنتمنى كذلك من المشاهدات المشاهدين ديالنا اللي كتبوا معنا هذه الحلقة يكونوا استفدوا معنا كذلك. إلى هنا أخواتي إخواني تكون الحلقة ديالنا وصلت لنهايتها، ما بقى لنا إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.